رسالة واضحة. ناخد سريعا اليوم محمد عبد السلام رئيس نادي مصر مقاصم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. سيادة اللواء ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي صحة حضرتك؟ كله تمام يا فندم الحمد لله. الحمد طبعا. يعني مصر المقاصم من الفرق الحقيقة اللي ماشية بشكل طيب في الدوري، عامل فريق محترم جدا في افريقيا، لعب ماتش هناك عنده نتيجة طيبة. يعني سمعنا ان انتوا عندكم حالة زعل لان المقاصم هيلعب ماتش العودة هنا في نفس الميعاد اللي هيلعب فيه المنتخب الوطني. ما يعني كما لو كان المقاصة دي نادي مش مصري، يعني ما يهمش. يعني الميعاد بتاع المباراة متحدد من شهرين طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي. فيعني انا كنت اتمنى ان الاتحاد يوم ما يفكر يلعب مباراة دولية يبص في الجدول هل في مباريات افريقية، لان في فرق هتلعب في افريقيا. يعني صح. حضرتك هتلعب على ملعب ايه يا فندم؟ انا هلعب على ملعب الفيوم يا فندم. على ملعب الفيوم. الساعه كام يا فندم اللقاء؟ المفروض الميعاد المحدد الساعه 6، فراح اتحاد الكوره محدد ميعاد المباراه مع بوركينا فاسو الساعه 6. يعني حتى لو حد يعني اهتم شويه وبص ولقى ان في ماتش الساعه 6 ممكن يخلي المباراه بتاعت المنتخب القومي الساعه 8 طبعا. يعني ده في ايده طبعا. ما فيش وحضرتك هتلعب 6، ده الملعب. احنا بنحاول نأجل المباراة علشان ينفع تتذاع في النايل سبورت. طبعا ده موضوع مهم. للساعة 8 طبعا. ده هيبقى سبجكت لموافقة الفريق الاثيوبي، الله اعلم هيوافق ولا لا. عند حضرتك حق 100% الحقيقة. يعني انا كنت اتمنى ان الاتحاد الكورة يهتم بالانديه المصريه، يعني طبعا. يبص للانديه المصريه، هم اربعه اللي بيلعبوا. يعني ده لو كان الاهلي او لو كان الزمالك، مع اقراري بعلو مرتبه الاهلي وعلو مرتبه الزمالك طبعا. انا لا اشكك في هذا طبعا. كان ممكن يعملوا الماتش في نفس التوقيت اللي عندهم ماتش في افريقيا. لا طبعا يا فندم، وسموحه ومقصه دلوقتي انديه كبيره وانديه محترمه، وطالما بتلعب باسم مصر في افريقيا لازم يبقى كل مصر وراها. ده اللي كنت انا يعني انا متخيل ان الاتحاد هيبقى بيدعم فرقه بتمثل مصر طبعا. انما راح محدد الماتش يوم 27. سبحان الله، هو ده اليوم الوحيد اللي فاضيين فيه بوركينا والساعه 6. يعني بصراحة يعني انت لو حضرتك مكاني ما يتحرقش دمك؟ لا يتحرق دمي والله، لو انا مكان حضرتك يتحرق دمي طبعا. يعني هنناشد يا فندم وهنكلم الناس ونتمنى ان شاء الله باذن الله كمان ان حضرتك يعني تحاولوا تأجلوا الميعاد بحيث يتذاع والناس تغطيه. احنا بعتنا الاتحاد الافريقي وقال انا ما عنديش مانع الا في حالة موافقة الفريق الاثيوبي. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. قال انا ما عنديش مانع، انا موافق، بس الـ 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 النادي الاثيوبي طبقا للقواعد لازم يوافق طبعا. ان شاء الله ما وافقش يبقى لازم الماتش هيتلعب الساعه 6. ان شاء الله يا فندم يتوافق، وان شاء الله باذن الله الامور تعدي. اتمنى ان شاء الله باذن الله جود لك في الماتش اللي جاي وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله لمصر المقاصه. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. اللي هو محمد عبد السلام رئيس نادي مصر مقاصه، وراجل عنده حق 100%. اتحاد الكوره نادي بيلعب، لازم الناس تخلي بالها من المواعيد لان هو في الاخر بيمثل مصر.